Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Baliq, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته يا سيدي
الرسول إلى ربنا في حاجتنا هذه التي أنت تعلمها لتقضى لنا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوطن عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقصده في هذا اليوم وفيما بعده أو في هذه الليلة وفيما بعدها من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dosa-dosa dan kesalahannya dan juga segala amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua kita menjadi ahlul khair. Menjadi ahlul khair. Menjadi ahlul khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.